الفيديو ده هو الفيديو اللي قبل الأخير في فيديوهات يونت 1. هنحل مع بعض امتحانات أسئلة الامتحانات اللي جت من أول 2011 على يونت 1، وأسئلة من كتاب المدرسة وكتاب الورك بوك. طيب لو انت شايف الفيديو الصورة مش واضحة قوي، تعالى كده في اليوتيوب عند علامة الترس، اختار كواليتي واختار رقم 360 فيما فوق عشان الصورة تبقى واضحة. السؤال ده جه في 2011، بيقول The astronauts are going to not a space station in deep space, are going to build. I want to buy a new villa, so I not save a lot of money. ده برضو في 2011، ده grammar unit 1. أنا عايز أشتري فيلا، so I، فعلشان كده انا هبتدي احوش. I'm going to، ليه ما ينفعش will؟ علشان انا هنا عندي نية الحاجة مخطط لها وبدأت اخد فيها خطوات، يبقى going to. July 2010 was the 41st not of a man's first landing on the moon. 41st anniversary هو الذكرى الواحد واربعين، دي بتتنطق 41st، ولو 42 بتتنطق 42nd 43rd وهكذا. لما تيجي تقول النهاردة يوم 22 في الشهر مثلا، يعني هتقوله ايه؟ today is 22nd، ما بتتقالش النهاردة، ما بتتقالش 22، تتقال 22nd 22nd 21st. Some drivers have a sat nav system. خدوا بالكم بيقول sat nav system، دي كلمة اللي هو يعني بمعنى الجي بي اس اللي هو معانا دلوقتي في الموبايلات، اسمه sat nav satellite navigation system. ساعات بتيجي find a mistake يقول لك sat nav control، لا هي sat nav system. In their cars to help them find the best route، احسن طريق. لو انت كده عندك الساتلايت، عندك الجي بي اس في الموبايل بتاعك، وقلت له ان انت مثلا في الحتة الفلانية وعايز تروح الحتة الفلانية، بيطلع لك كذا طريق كده، ممكن تاخد هنا وممكن تروح من هنا وممكن تروح من هنا، ويختار لك احسن طريق ويظلله لك كده ويقول لك ده احسن طريق، لكن ده هتلاقيه ابطأ 5 دقايق، ده ابطأ مش عارف 20 دقيقة كده هو. فدي فايدة السات ناف سيستم. خلي بالكوا هنا السبيلنج مهم جدا، هنا روت دي معناها اللي هو الجذر، لما يبقى عندنا حاجة كده شجرة والحتة اللي تحت الأرض دي اسمها الروت. هنا روتين حاجة تانية خالص، اللي هو العمل الروتيني، لكن كلمة الطريق اللي احنا عايزينه the best route هي الكلمة دي. Don't worry I am sure you're not them again soon. You see, you are seeing, you will see, you would see. طيب هنا عندي I am sure، يبقى اختار you will see. Their uncle is a scientist. He is not research into new forms of energy. دي جت في 2012. يبقى making ولا taking ولا getting ولا doing، ودي الفايدة بتاعت الفيديو بتاع الاكسبريشنز والpreposition's. هنا research بتاخد do research، يبقى he is doing. في بعض الحاجات كده لازم نبقى عارفينها عشان نعرف نحل السؤال، لازم يبقى عندنا علم، يا اما عندنا علم يا اما عندنا ذكاء عشان نعرف نحل السؤال. وفي اغلب الاسئلة لازم يبقى عندنا العلم، والعلم ده بيجي من المذاكرة، يبقى research بتاخد do research. The astronauts went on a space not to replace a broken fuel pump. Space walk. دي برضو هتلاقوها في الفيديو بتاع prepositions والexpressions. Millions of people watched the rocket launch. اطلاق الصاروخ. The bus stopped because there was a in the petrol tank. There was a leak. تسريب.
هنا ليك معناها بحيرة، look هنا معناها ينظر أو يرى، lock معناها يقفل، locks الدور يقفل الباب. The new film at 6:30 PM. Start ولا will be starting ولا starts ولا starting. The new film starts. احنا قلنا في المواعيد، مواعيد افلام، مواعيد حصص، مواعيد مدرسة، مواعيد قطارات، مواعيد اي حاجة بنختار present simple يبقى starts. The second نقط of the 25th January revolution was 3 months ago. الذكرى التانية لثورة 25 يناير كانت من 3 شهور فاتوا، يبقى الذكرى معناها anniversary. He not a geologist when he leaves university. This is his plan. عندما لقيت عندي كلمة plan يبقى هو بيقول لك اختار going to، يبقى he is going to become. Our air conditioning has broken down. التكييف بتاعنا عطل. But someone is coming to not it, to repair it. جاي يصلحه. I imagine أنا متخيل doing weightless sports in the outer space at the gravity zero. أنا متخيل نفسي بلعب weightless sports. يبقى أنا متخيل نفسي. I imagine myself. The space station resembles a huge wheel with spokes. دي شرحناها كتير في الفيديو بتاع الفوكاب. قلنا ادي العجلة كده اللي هو الحاجات دي اسمها spokes. Space not cost us a fortune. Space exploration. Explanation معناها توضيح. Can you explain ممكن توضح. Exploration معناها غزو الفضاء أو البحث في الفضاء أو فهم الفضاء. Explore عارف كده في الويندوز يقول لك إيه Explore the folder. تيجي كده لو عملت كليك يمين على أي فولدر يقول لك إيه Explore يعني إن أنت تفتح الفولدر كده وتشوف جواه إيه كل الحاجات اللي جواه. The Prime Minister is going on an urgent not to Japan mission. Mention motion يبقى urgent mission مهمة ملحة في اليابان. وشرحناه في فيديو الفوكاب وقلنا في فيلم اسمه Mission Impossible بتاع توم كروز اللي هو المهمة المستحيلة. In my opinion the population of Egypt not by 20% next year. In my opinion, the population of Egypt is increasing, has increased, is going to increase, will increase by 20% next year. عندما أنا قلت في رأيي وما فيش أي أدلة وما فيش أي حاجة يبقى will increase. The contents of the report were not to the press yesterday. محتويات التقرير اتسربت للصحافة. اتسربت معناها leaked. كده احنا خلصنا اسئلة الامتحانات اللي فاتت. هنخش بقى في اسئلة students book و workbook. Where could you hear this conversation? Not a radio program. دي هتلاقيها في اول حاجة كده في كتاب المدرسة on a radio program. فالبتاع دي on a radio program دي حاجة مهمة جدا ان انت تبقى عارف radio program يبقى ياخد on. هتلوها برضو في فيديو prepositions والexpressions. Astronauts must cope with. كلمة cope بتاخد with. Weightlessness inside spacecraft. Cope with معناها يتعامل مع او يتغلب على، يعني يقدر يواجه. Cope with. It is an amazing moment on watching a space shuttle at its launch. Astronauts must be well trained to do spacewalks.
unluckily there is a problem بتاخد with problem with my car engine. The car stopped because there was a leak. حفظتوها بقى خلاص كده. Space knot can take several years. Space missions دي بتيجي كتير في الامتحانات. Space missions مهمات الفضاء. Jobs دلوقتي لو عايز تسأل واحد تقول له هل انت شغال ولا لا تقول له ايه؟ Do you have a job؟ يعني هل انت عندك شغلانة تشتغلها؟ يبقى الشغلانة معناها job. طيب جوه الشغل دي لو انت بتشتغل اي حاجة جوه الجوب بقى بيطلب منك مهام تعملها. المهام دي اسمها missions. يبقى انت ما فيش حاجة اسمها space job، في حاجة اسمها mission. job دي الشغلانة بتاعتك، يعني انت شغال مدرس الجوب بتاعتك ان انت تدرس النهاردة الفصل تلت عدادي. الميشن بتاعتك تدرس لتلت عدادي، لكن الجوب بتاعتك ان انت مدرس. يبقى space missions. Hello, علي. I know it to the airport in a minute. انا بكلم علي بقول له الو علي انا رايح المطار في خلال دقيقة. يبقى كل حاجة جاهزة، كل حاجة مترتبة، انا رايح المطار، مش لسه بقى ايه I will go ولا برتب له ولا اي حاجة من دي. يبقى I am going. وخلي بالكو هنا I am going مش going to، في فرق ما بين ايه going to اللي هي بتاعت الترتيبات. لا هنا عندي الverb go، الverb اللي انا هستخدمه go، تمام؟ وverb go دوت انا هحطه في present continuous، هيبقى ايه I am going to. دي غير I am going to go to the airport. I not to Paris later this morning. I'm flying. My plane not for Luxor at 10 o'clock. في المواعيد بنختار present continuous. I believe my plane leaves. This year I'm going on holiday with my family to Italy. I am sure you Adam Lit, I am sure you will enjoy it. Are you leaving this evening? Yes, my train leaves. مواعيد على طول يبقى present continuous. Present simple. Have you made any arrangements? عندي كلمة arrangements for next week. Yes, I know it. Friend from Cairo Monday. I am meeting present continuous. أدام عندي arrangement يبقى اختار present continuous. Do you have any plans? ليت عندي plans يبقى أنا على طول اختار going to. For the weekend بيرد يقول له I am going to meet Professor Afifi on Saturday morning. طيب يبقى أنا لو لقيت arrangements يبقى اختار present continuous. الverb في ing am is are، am أو is أو are، والverb في ing. لو لقيت plans يبقى اختار I'm going to، اختار going to. Doing is a very good way of keeping fit. Doing gymnastics ان انت تلعب جيم بيخلي جسمك حلو كده، يحافظ ان انت تبقى فت يعني لائق جسديا كده، ما يبقاش عندك كرش وترهلات وتبقى تخين كده. يبقى doing gymnastics. doing repairs يعني تصليحات. doing favors يعني جمايل للناس، او ان انت تعمل حاجات كويسة عشان الناس. يعني the knot between Cairo and London is the distance، المسافة between Cairo and London. When you are not in space it must be very difficult to stand still، يعني انت تقف ثابت. لما انت تبقى في space weightless صعب جدا ان انت تفضل واقف ثابت عشان ما فيش جاذبية. I'm going on holiday to Europe this October. Should I take an umbrella? Yes.
It will probably rain. هذا ما عندي كلمة probably, certainly. الحاجات اللي احنا شرحناها دي بختار ايه؟ will probably. The moon has less than the earth. The moon has less gravity. Two of the knot on the front wheel of my bike were broken in the accident. Spooks. Knot, I am working for an important exams. Then, when I finish, I'm going on holiday. Currently, في الوقت الحالي, I'm working for important exam. أنا بشتغل عشان عندي امتحانات. بعد كده أنا هسافر. يبقى في الوقت الحالي معناها currently. شوية بقى find the mistake. There was a lake. في بحيرة in the oil tank. يبقى there was a leak. A space job. دي لسه شرحنا. يبقى space mission. I have decided that. عندي كلمة decided. I am going more exercise in the future. طيب هنا exercise بتاخد ايه؟ do مش go. I am going to do. عندي هنا decided فعمل I am going, وعندي هنا exercise يبقى تاخد do. Man's invention of space was remarkable success about 50 years ago. Man's invention, الإنسان لم يخترع السبيس, الله هو اللي خلق السبيس, لكن الإنسان هو غزا السبيس أو اكتشف أو تبحر في السبيس وعرف عنه حاجات. يبقى exploration أو invasion. Man's invasion. There is a long row at the bus stop to book a ticket. في طابور طويل علشان ناخد تيكت. طابور معناها ايه؟ queue. There is a long queue. The doctor tested me. Examined me. فحصني. تيست معناها عارفين كده لما حد يمسك مايك كده ويعمل له تيست. يمسك كده المايك ويقول تيست. هو بيتست المايك بيشوفه شغال ولا. لكن لو انا عايز اقول فحص هو examined. Computer passwords should always be known. عندما هي password يبقى على طول لازم تبقى secret. Should always be secret. The astronauts went on a 2-hour space station to replace a broken fuel pump. On a 2-hour space walk. هنشيل station ونحط walk. Some drivers have a sat-nav control. He has a sat-nav system. I would probably work in a hospital. هنشيل would ونختار will. عشان هنا عندي probably. لسه شرحينها. يبقى I will probably. The match is starting at 6 on الموعد. بنختار فيها the present simple. يبقى the match starts. I am sure it is really an exciting film. I am sure it will be. It will really be. هذا ما عندي really. هتنزل زي ما هي. يبقى I am sure it. وحط will بدل is. Really be an exciting film. It is arranged. عندي كلمة arranged. We go to the Red Sea this summer. طيب. عندما عندي arranged يبقى استخدم ال present continuous am is are و ing. يبقى we are going. يبقى عندي الverb go احط له ing. we هتبقى تاخد معها are. we are going to the Red Sea. I think my brother. عندي I think my brother will be. هشيل going to وحط will be. Are you play tennis after school today? عندي هنا are وعندي هنا play يعني تنفعش خالص. Are you going to play tennis after school today? My lesson is going to finish.
at 4 o'clock. قلنا في المواعيد ما ينفعش اختار going to، يبقى اختار present simple، يبقى my lesson finishes. عندي هنا finish اخليها sh، يبقى احط لها es. Some people have benefited more of. Benefit بيجي معاها from. Modern technology. Computers, mobile phones and satellite technology have caused people happier. Cause دي متنفعشي. Happier يبقى make people happy. Have made. هنا happier بتاخد معها verb make. حتى في الأفلام الإنجليش كده لما واحدة توصف لصاحبتها إن هي بتحب الشاب الفلاني فتقولها he makes me happy، يبقى happy بتاخد make. Make me happy، made me happy. We should spend more money on education and health and fewer on new technology. دي هتدرسوها في unit 2 بالتفصيل. تبقى less. And less. We should spend less money. هنا money حاجة uncountable لا تعد. Fewer بتستخدم مع الحاجات التي تعد. وless بتستخدم مع الحاجات التي لا تعد. وبما ان money لا تعد فانا هستخدم less. أمور عكسها less. هذا بلا استخدمت more يبقى هنا لازم استخدم less. Instantly communication by satellite technology is a good thing. في الوقت الحالي communication by satellite، الاتصالات عبر الساتلايت حاجة كويسة. يبقى في الوقت الحالي معناها currently. We need modern technology to help solve problems like climate change and local warming. هي اسمها global warming مش local. My 5-year-old sister will start school in September. My 5 will start a school. A school معناها ان هي هتفتح مدرسة. Will start a school معناها ان هي هتفتح مدرسة. لكن لو هتبدأ دراسة هي start school. من غير ايه؟ نحذف حرف الايه ده no article. ويبقى كده الجملة صح. لو عجبك الفيديو واستفدت اعمل سبسكرايب للشانل بتاعتنا على يوتيوب. www.youtube.com/اكتب مستر مينا. يطلع لك الشانل بتاعتنا على اليوتيوب، فيها كل الفيديوهات، مسجلين اغلب اليونيتات، شرح جرامر، حلول اسئله، حلول امتحانات. ودي صفحتنا على الفيسبوك، اعمل لايك facebook.com/اكتب مستر مينا.فيديوز، واعمل شير لصحابك وخلي كل الناس تعرف الصفحه علشان الصفحه تستمر.